أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم حالات إبداع، وإليكم عناوين حلقة هذا الأسبوع. مهندس يمني يصنع جهازا يتحكم به بمختلف الأجهزة والآلات التي حوله. فلاح يتوصل لطريقة يحمي مولدات استخراج المياه من التلف. وآخر هذه العناوين، هندولا ينهي معاناة الأم. أهلا بكم من جديد. من قطع متوفرة في بيئته، صنع مهندس يمني جهازا يتحكم به بمختلف الأجهزة والآلات التي حوله. المثير في الأمر أنه استطاع دمج هذا الجهاز بمولد الكهرباء ليمكن إطفاءه أو تشغيله عبر هاتفكم الجوال من أي منطقة في العالم. المزيد في التقرير التالي. من قطع متوفرة في بيئته، صنع المهندس اليمني عبد الكريم السعدي جهازا يتحكم به بمختلف الأجهزة والآلات التي حوله. قمت باختراع مشغل آلي. هذا المشغل يمكن عبر هذا المشغل الآلي تشغيل الأدوات الكهربائية والإلكترونية عن بعد. التحكم عن طريق شفرة من البيانات يستقبلها جهازه أو ما أطلق عليه المشغل الآلي، الذي لم يتوصل لابتكاره كما ذكر بالصدفة، بل بعد محاولات مضنية استمرت لنحو 7 أعوام. مع الأيام، لأنه بدأ هذا العمل منذ 7 سنوات، مع الأيام يعني بالممارسة وبخبرته بالأجهزة توصل إلى اختراع هذا الجهاز. الجهاز هذا لم يكن وريد لحظة، وإنما قمت بتجارب من قدام هكذا 3 سنوات لهذا الجهاز. فكنت كلما أجرب أفشل، ولكن كان في عندي في داخلي أن الفشل إنما هو بداية النجاح. فكنت أحاول ثم أحاول ثم أحاول حتى وصلت إلى تركيب جهاز حارس، فقط حارس آلي. بعدين طورت هذا الجهاز إلى أن صنعت منه هذا الجهاز الذي يمكن استقباله عبر الأقمار الصناعية ويشغل أي جهاز كان إلكتروني أو كهربائي وغيره. عشق ضيفنا الهندسة منذ الصغر، لكن ظروفه المادية كما قال لنا لم تتح له فرصة مواصلة دراسته الجامعية في ذات التخصص الذي يحبه، ومع ذلك فهو يؤكد أن جني المال لم يمثل له هدفا. أولا قبل كل شيء أهدف إلى مساعدة هذا العالم في التقدم كما ساعدوا غيرنا من الغرب، فنحن نحب الشرق نفس الخبر أن نكون متقدمين مثل ما كانوا متقدمينهم، لأن الذي قاموا بصناعة هذه الأجهزة كلها هم نفسنا، ولكن أنا أردت أول شيء بهذا العمل أن أقدم بصمة في حياتي، هكذا يكون بصمة في حياتي أن هذا الجهاز يعمل في تطور الأجهزة الإلكترونية والكهربائية ككل. ومع رغبته الجامحة في الانهماك في المزيد من التجارب للتوصل لشيء جديد ومبتكر، إلا أنه اضطر في تلك الفترة إلى استخدام هوايته كمهنة لكسب قوت العيش، كما يقول صديقه عبد الرحمن الذي دعمه ووقف إلى جانبه. في أيام الدراسة درس دورات هندسة إلكترونيات وهندسة كهربائية على أساس يفتح لنفسه مجال عمل. ففي البلاد فتح له في البيت غرفة، واشترى بعض الأدوات التي يصلح بها التلفونات، أجهزة كهربائية، وبدأ من الصفر. يعني كأي شاب يمني طموح بدأ يصلح تلفونات، أجهزة كهربائية. أحب أن أوجه الشكر والتقدير للأستاذ ومعلم القدير الأستاذ حسين عبد الله راجح. هذا الأستاذ شجعني ودعمني، والحمد لله والشكر له والتقدير. كذلك أحب أن أوجه الشكر والتقدير للأستاذ عبد الرحمن الغيلي الذي استضافني في بيته في صنعاء، وكذلك سهل لي كل أعمالي في صنعاء. الحمد لله، جزاهم الله خير كلهم. على الرغم من بساطة فكرته، يؤكد المهندس السعدي أن التقنية التي توصل إليها ما تزال جديدة على السوق. عبر الريموت كنترول كل الأجهزة الآن تشغل، حتى السيارة الآن في جهاز يشغلها عبر الكنترول، جهاز كنترول ريموت بمسافة قصيرة. ولكن هذا الجهاز اللي اخترعتنا المشغل الآلي يمكن تشغيل أجهزة عن بعد. لو كنا في أي منطقة في العالم يمكن تشغيل هذا الجهاز
أو إطفاء. كما أكد مع قوة فكرته بأنه لم يأتي بجديد وأن القطع التي صمم منها الجهاز متوفرة في السوق المحلية. القطع هذه متوفرة في السوق محليا، ويمكن أي شخص إذا فهم الفكرة أن يقوم بعمله، ولكن أنا أعتبر هذا التوفيق ليس مني علميا أو أني مفكر كبير، ولكن هذا يعتبر من توفيق الله سبحانه وتعالى لي. سبق الجهاز الذي قام بصناعته المهندس السعدي محاولات أخرى لصناعة أجهزة من بعض المواد الموجودة في البيئة. ليست اختراعات وإنما أعمال، أنا أني أعمل في مجال تدريس كخريج جامعة صنعاء، كنت أحب أنا أشوف الأجهزة التي في نفس الكلية، كنت أود أن أشوفها مثلا في البيئة نفسي في البيت، فقمت بتجميع بعض القطع موجودة في البيت من الرادي، من هذه القطع موجودة في البيت مثلا في أدوات الطبخ وغيره، فقمت بعمل ميكروسكوب. هذا الميكروسكوب يكلف تكلفة بسيطة جدا، وهذا الميكروسكوب الآن حاليا موجود معايا في البيت في نفس العمل، وأنا أستخدمه في مجال الهندسة عبر مثلا هندسة التليفونات، لأن التليفونات عملها دقيق جدا، وأستخدمه في مجال هذا العمل. هذا الميكروسكوب عمله يعمل كعمل أي ميكروسكوب حديث موجود في المستشفيات أو في الجامعات وغيره. فضلا عن استخداماته المتعددة التي تحدث عنها مصممه، فللمشغل الآلي ميزة إضافية تتمثل في إمكانية استخدامه للحيلولة دون سرقة السيارة. كذلك من ميزة هذا الجهاز أن تستطيع دمج هذا الجهاز في السيارة، وإذا حدث مثلا أن لص سرق سيارتك تستطيع تطفئها عن بعد. وعوضا عن الفوائد التي يقدمها اختراع الشاب السعدي، إلا إننا نعتقد أن الخدمة التي يقدمها في التحكم بالمولد الكهربائي ليست بالبسيطة. يدخل في التحكم في الأدوات الكهربائية والإلكترونية في المنزل بشكل عام، غسالة، ثلاجة، إضاءة البيت، التلفاز، الريسيفر، الكمبيوتر، مولد الماء الذي يرفع الماء، المحرك الذي يرفع الماء إلى السطح، يمكن التحكم به عن بعد، إطفاء وتشغيله. كذلك من المجالات التي يمكن يدخل فيها هذا الجهاز السيارة، يمكن تشغيل السيارة وإطفائها عن بعد. هذا الجهاز يمكن دمجه في هذا المكان عبر دائرة التشغيل في الماطور، وكل ما تحتاجه أن تحتاج ماطور موصل ببطارية، هذه البطارية يمكن توصيلها عبر الجهاز هذا المشغل الآلي، والمشغل الآلي هذا يستقبل بيانات من التلفون فيرسل للجهاز أن الآن حان التشغيل. بعد أن يدمج الجهاز بمولد الكهرباء، يمكنكم عبر هاتفكم الجوال أن تشغلوا المولد في منزلكم أو تطفئوه من أي منطقة في العالم دون قلق. يمكن لأي مواطن عادي أو أي مواطن في بيته أو في عمله، إذا انطفأ الكهرباء في البيت مثلا اتصلوا بأهل البيت، ممكن يشغل الماطور من نفس مكان العمل أو المؤسسة أو أي مكان، أو حتى يكون في أي محافظة ثانية أو أي دولة ثانية يستطيع. كذلك إذا الكهرباء اشتغلت مرة ثانية أخرى، يستطيع صاحب المنزل تشغيل الماطور عن بعد عبر الأقمار الصناعية في أي مكان كان هذا الشخص، أو إطفاءه نفس الخبر. ويقول المهندس السعدي إنه يمكن أن يتضاءل حجم اختراعه في حال خضوعه للتصنيع إلى ما يساوي علبة الكبريت بدلا من حجمه الحالي، كما أن سعره سيكون في متناول الجميع. يمكن بواسطة تصنيعه في شركة خارجية ممكن يتحمل الضغط العالي للكهرباء، وذلك الضغط في السيارة، بطارية السيارة يتحمل الضغط هذا. كذلك يمكن دمجه في وحدة استقبال واحدة ليكون صغير جدا. هذا الجهاز يمكن تصنيعه محليا ويكلف حوالي 10,000 إلى 15,000 ريال، ويمكن مثلا عبر التنسيق مع مؤسسة حكومية يمكن تصنيعه في الخارج عبر المصانع، ويكلف تكلفة بسيطة حدود 5,000 إلى 7,000 ريال. لا يحب ضيفنا الفراغ، وهو عادة يشغل نفسه بالكثير من الأعمال سواء في الهندسة أو في غيرها، ومع ذلك فثمة عوائق تواجهه كما يقول. الأخ عبد الكريم السعدي من الشباب المكافحين المجتهدين،
مكافح منذ بداية دراسته، حيث هو من مكان بعيد وتكبد عن الغربة والسفر إلى صنعاء والسكن لوحده في أيام الدراسة، ومن معروف عنه من الطلاب المجتهدين المجدين. وبعد أن أكمل الدراسة رجع إلى البلاد، وظروف البلاد ظروف قاسية وصعبة. العوائق التي واجهتها هي كانت ظروف المادية، هذا أكبر الإعاقات. ثانيا من الإعاقات أنه ممكن نفس المنطقة اللي أنا عايش فيها لا يتقبلوا هذا الأعمال، وذلك أنا سافرت إلى العاصمة وبدأت تواصلي مع القنوات، وكذلك كانت سعيدة أشكرهم على استضافتي في هذا البرنامج. شكل دعم وتشجيع أسرة ضيفنا له عاملا مهما في جهاز المشغل الآلي الذي قام باختراعه، لذلك فهو يكن لهم كل الشكر والتقدير. أحب أن أوجه الشكر والتقدير أولا إلى والدي العزيزين، وكذلك إخواني، وكذلك أخواتي نفس الخبر، وزوجتي الفاضلة التي تحملت معي صعوبة الحياة، وأولادي نفس الخبر، لأن الأسرة كامل كانت مساعدة لي، عامل مساعد في تقدم مجالي في مجال الهندسة والاختراع هذا العمل. إذا كان الأمر بيدي أني أقدم له كل الإمكانات المتاحة حتى يطور جهازه وحتى يخترع أجهزة أخرى، لأن هذا واجب الدولة وواجب كل مسؤول أن يعتني بالشباب اليمني وأن يمد يد العون والمساعدة لهم بفتح مراكز للمبدعين، تشجيعهم، تقديم كل العون والمساعدة لهم حتى يطوروا هذا البلد وحتى يكونوا أداة من أدوات التنمية لهذا البلد.